أهلا بكم مجددا. قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان حميديتي إن المجلس ليس لديه المشكلة في تسليم السلطة للمدنيين، وفي تصريحات صحفية اشترط أن تكون الحكومة شاملة لكافة أطياف المجتمع السوداني، محذرا من أن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية التي تشهدها السودان، وهي أوضاع تشهد أيضا تصاعدا في المواجهات ما بين القوات الأمنية وما بين المعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعا من الفوضى، مشيرا إلى أنه سيتم حسم أي فوضى بالبلاد بالقانون. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر هذا الاتصال الهاتفي اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي والمتخصص في الشؤون الإفريقية. سيادة اللواء، في البداية أرحب بك، والأوضاع الحالية في السودان وعملية تسليم السلطة للمدنيين والتصريح بأن هذا سينقل البلد إلى مشهد من الفوضى العارمة. أهلا فيك يا فندم، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. السودان بيشهد الحقيقة أو شد وجذب ما بين الطرفين، المجلس العسكري من جهة والحراك الشعبي أو قوى الحرية والتغيير، خاصة فيما يتعلق بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي. نعلم أن في يوم الخميس 2 مايو كان قوى الحرية والتغيير قدمت مشروع مقترح لإعلان دستوري لإدارة الفترة الانتقالية الحالية، وأهم ما جاء به اللي هو تشكيل مجالس لإدارة المرحلة الانتقالية، وتقريبا اتفقوا على كافة المجالس الأخرى سواء مجلس وزراء سلطات تنفيذية أو هيئة تشريعية وهيئة قضائية، تقريبا معظم البنود اتفقوا عليها عدا البند المتعلق بالمجلس السيادي، واختلفوا في الأعداد واختلفوا في قيادة المجلس خلال هذه المرحلة الانتقالية. لا شك ان في حالة من عدم الثقة ما بين الطرفين، وده امر طبيعي الحقيقة، امر طبيعي في وجود حراك يرى ان هو شرعيته كبرت وامتدت الى كافة المناطق وكافة الاماكن السودانية بعد ان اكتسب ثقة بالنفس وحقق العديد من المطالب اللي خاض من اجلها هذا الحراك، وعلى رأسها عزل الرئيس البشير، فبيرى ان هو ليه شرعية اكبر حتى من المجلس العسكري، هو صاحب الحراك في الشارع، والمجلس العسكري يرى نفسه احقيته في رئاسة المجلس خلال المرحلة الحالية لعدد الحقيقة من الاسباب. يعني المجلس العسكري أو دور المؤسسة العسكرية السودانية لها دور تاريخي في حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على حدود الدولة والمشاركة في العديد من الحروب الداخلية في السودان، وقدم من أبنائه الغالي والنفيس لأمن واستقرار السودان. يرى أن المرحلة الحالية أنها بتشهد سواء المنطقة الإقليمية أو في السودان بيشهد تغيرات سواء على قمة النظام الدولي أو على القمة الإقليمية نفسها، فبالتالي بيشعر أن هناك مخاطر أمنية قد تعصف باستقرار البلاد بعدما ما حدث حراك مثله في مصر وليبيا وتونس والجزائر وسوريا واليمن، في تغيرات بيشهدها. فهذا الاختلاف أو هذا التباين أنا في رأيي أنه طبيعي ونابع من طرفين مختلفين في العقلية. طرف بيتعامل كرجل دولة وده المجلس العسكري، وبيتعامل بقمة النضج والرشد في الظروف اللي موجودة حاليا على الأرض وطبيعة التغيرات السياسية والتغيرات الأمنية في المنطقة، وحراك جايز مطالبه تتغلب عليها الجانب العاطفي في اغلب الاوقات، وده برضو امر طبيعي. يعني في بداية اي ثورة بنسمي الفترة الاولانية اسمها فترة الفترة العاطفية او الثورة العاطفية، تزداد فيها الشعارات وتزداد فيها المطالب الرنانة، وطلبات بتبقى الى حد ما بتتأثر بالعاطفة، ثم بيأتي بعد كده مرحلة اخرى او المرحلة الثانية ونسميها بمرحلة النضج الثوري، ودي مرحلة بيبتدي بقى كل طرف يبتدي مرحلة البناء، بناء الدولة، وكل طرف يريد أن بيبني الدولة بعقلانية
أكثر من العاطفة اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. المرحلة الحالية المجلس العسكري طبقا للمهددات اللي موجودة في المنطقة أو ما يحاك للمنطقة من تهديدات أو ما يحاك للسودان من تهديدات، فبيرى أهمية وجود قيادة أمنية أو قيادة من الجيش لإدارة المرحلة الحالية. يعني السيناريو المتوقع في رأيك أخيرا، يعني سيادة اللواء، ما هو السيناريو في رأيك بعد؟ والله أنا شايف يعني في ظل لو إحنا حضرتك حتى عدنا نفند السيناريوهات المتوقعة، هو ليس سيناريو واحد، هناك سيناريوهات متوقعة، ولكن أفضلهم هو التوافق، التوافق فيما بين الطرفين خلال المرحلة القادمة، وإن كل طرف يبين وطنيته خلال هذه المرحلة ويقدم بعض التنازل، كل طرف يقدم تنازلات حتى نصل إلى عملية تسوية ترضي الطرفين، إن إحنا يعني نخرج من هذه الأزمة. السودان عنده مشاكل اقتصادية عالية جدا، وكان سبب الحراك هذه المشاكل، وكلما زاد الوقت وكلما زاد الحراك وعادته في الشارع كتير، السودان بيتعرض لمزيد من الضغوط الاقتصادية الأكثر، وتزداد الديونية، المصالح كلها بتتوقف، حالة الإنتاج بتتوقف، ثقة المستثمر الأجنبي في هذه الأجواء بيبعد المستثمرين الأجانب، وبالتالي المعاناة بتزداد يوما بعد يوم. أنا شايف إن الطرفين الحقيقة لديهم من النضج إنهم يوصلوا إلى حالة توافقية فيما بينهما خلال الفترة القادمة، ويبتدي يعني أعتقد إن كان في اقتراح، أو ممكن أعتقد الاقتراح ده يكون مقبول فيما يتعلق بالمجلس السيادي، إن تبقى الفترة الانتقالية متبادلة، يبقى في تبادل للسلطات، يعني مرة يبقى مجلس عسكري، أو لو إحنا اتفقنا إن الفترة هتبقى 3 سنين، ممكن سنة ونص أو سنة ونص يبقى في تبادل، أو أي طريقة هم يتفقوا عليها، هذا شأن داخلي لهم، ولكن يجب أن يعني يصلوا إلى حالة توافق فيما بينهم، لأن السيناريوهات الأخيرة أتخيل أنها معظمها تبقى سيناريوهات مرة. سيادة اللواء، يعني المعتصمين المناهضين للمجلس في مواجهات مع قوات الأمن، وهناك يعني من المشهد التصاعد الواضح في هذه المواجهات، حسم الموقف في البلاد بشكل قانوني والتصريح بأنه سيتم بشكل قانوني، ما هو المقصود به؟ المقصود به ان في المجلس العسكري، هو قلت لحضرتك ان هو بيفكر بفكر رجل الدوله، شايف ان في بعض الفوضى بتحدث في البلاد، في عمليات غير امنيه بتحدث، في استخدام البعض الى مظاهر العنف، وده امر غير مقبول، وبالتالي المجلس العسكري بيقول ان هو ممكن يطبق القانون في حتى لو هم متظاهرين، يعني حتى لو في هذا يدعي ان هذا احتجاج ويقوم بتكسير اشياء او استخدام العنف ضد الاخر، او لان في خلال الفتره السابقه كان في ضرب نار في وسط الاحتجاج، ومش عارفين مصادر ضرب النار ده منين، فاحنا مش عايزين المنطقه تدخل الى حالة من الفوضى، ومن حق المجلس العسكري أن يضبط الأمن طالما أن احنا اخترناه لإدارة المرحلة الحالية في خلال هذه الفترة، من حقه أنه يفرض الأمن والاستقرار في المنطقة. لا شك أن هناك أطراف كثيرة جدا تحاول أن تجد لها دور خلال هذه الفترة، ودي بتشكل خطورة كبيرة جدا خاصة في أوساط الحراك، سواء التدخلات من دول إقليمية في المنطقة لها مصالح لزعزعة الاستقرار في السودان، وعدم الخروج من هذه الأزمة بسودان قوي موحد. وشفنا من تقريبا خلال الأسبوع ده طرد لإحدى القنوات الفضائية اللي موجودة، اللي كانت بتحرض على الفوضى وتظهر على شاشاتها أشكال عديدة، وتحرض على التظاهر، وتحرض على
الفوضى في البلاد وتحرض على التشبث برأي الحراك دون التشجيع على الوصول إلى رؤية توافقية. وتم سحب تراخيص هذه القناة وطردها من السودان. هناك قوة دولية في ظل التغيرات اللي موجودة على قمة النظام الدولي والتغيرات اللي بيشهدها العالم لا تريد سودان مستقر، والطرفين استفادوا من يعني الحراك في المنطقة الإقليمية كلها بالكامل. شكرا لك اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والمتخصص في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم على كرم المتابعة.